صدق مرة نعرض عليك انه ينحط اغنية لك بفيلم يعني عالمي اجنبي؟ كم قول لي منين جايبها؟ وردحتي وانت حكيتها، اريد احكيها وانت حكيتها. شوف ساري، كنا بامريكا. طبعا على فكره من اقول لك كنا بامريكا، انا مو مره رحت لامريكا، اي هواي حفلات، ست مرات. اي ست مرات، مو هواي حفلات، لا اروح حفلات وارجع. المهم بس اي سنه هسه هذا الحكي؟ انا هذا الحكي 2010 11. لا 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 2003. ها اول مره. اي 2003 يعني ايام كانت مال الحرب، مال اي مال الكويت والانسحاب. هاي اي بعد ال 91 مال الانسحاب مال الكويت، هسه اتذكرها. الف ايه يعني الحرب مال الكويت بينه وبين الكويت 91 مو صار انسحب الجيش. اي جيشنا مو انسحب. انا كنت بال 2000 اي 2001 انا كنت بامريكا. كان وياي منه راسم جميلي الله يرحمه. راسم جميلي وياي فنان كبير. وكان فيلم دي يسووه على انسحاب الجيش العراقي. اي فيلم طبعا اخراج امريكي. بس منو من المسؤول على الممثلين العرب؟ قائد النعمان. الفنان الراحل. اي اي قائد الله يرحمه. قائد النعمان على الممثلين العرب. انا كنت بالفندق، وصلوا الخبر لراسم الجميلي، قالوا له اعرض الفكره على استاذ باسم. عندهم مشهد من ينسحب الجيش العراقي من الكويت والعجلات مدمره. أي. والجيش مالنا فيردون يخلون اغنيه واقع الحال بهذا المشهد. يعني رضيت بواقع، يعني شوف هم افكار بافكارهم وين. اي فكره يعني مناسبه شافوها المشهد. فقالوا اعرض على استاذ باسم ناخذ اغنيته. طبعا الا موافقه يلا، يعني ما يصير نزل هذا فيلم. طبعا فيلم هذا عالمي حقوق بها. وخلي يطلب الرقم اللي يريده. فاستاذ راسم قال لي استاذ باسم يسلمون عليك استاذ قائد والكادر مال الفيلم. وش تقول انت؟ فقلت له استاذ راسم تتوقع اني اقبل؟ قلت له اترك، احنا ما علينا موضوع نظام وغير نظام. طبعا بس قلت له هذا موضوع جانبي، بس احنا هذا الموضوع اذا سويته يمس الجيش مالتنا، يمس العراق. قلت له تقبلها انت؟ قال انا من يمي لا، بس انت ادرك انت. قلت له انا طبعا ما اقبلها. هسه اتذكر قام وباسني من راسي، قال له خليك على راسي انت فنان. طبعا فعمري ما انساها، رفضت بيها.